هذه تظاهرة منذ عام 1978، ولكن لم نعنى بالجوانب الأخرى من الفنون التشكيلية إلا هذا العام، وبفضل المجهود الجبار والمساهمة القيمة التي ساهم بها الأستاذ شرف الدين مجدولين استطعنا هذا العام أن ننظم ندوتين مهمتين في الحقيقة، وبدأنا ندخل في الجوانب الأخرى من عالم الفنون، ليس فقط الصباغة والمشاغل والصباغة على الجداريات، ولكن أيضا عن ما تواجهه الفنون في بلاد العالم، ليس فقط في المغرب، من حيث جوانب تسويقية، من حيث المعايير التي يمكننا أن نسمي بها فنانا، ومن حيث كذلك ما تقوم به أروقة المعارض لغالري وغيرها. سنستمع إلى الأستاذ ربيع، سنستمع إلى كلمة منه. حينما كنا نتحدث عن بعض تفاصيل تحضير هذه الندوة، قال: هل من اللازم أن أتحدث؟ يعني إذا ارتأيت ذلك، إذا كان مناسبا، فكان أن تركت له الخيار، إليه الكلمة. فأنا فعلا جد سعيد بهذه الالتفاتة النبيلة التي جعلت من هذا التكريم مفخرة لي، ستظل راسخة في البال على الدوام، خاصة وأن هذا التكريم يصدر اليوم عن مؤسسة عتيدة دأبت على تعزيز الحوار الثقافي والحضاري من خلال موسم أصيل الثقافي الدولي، والإشراف على برنامج جامعة المعتمد بن عباد الصيفية، حيث يشكل هذان الحدثان فرصة للجمع بين نخبة من الباحثين الأكاديميين في مختلف المجالات، ومناسبة لتكريم الأدباء والفنانين والمبدعين من مختلف الجهات. جد متأثر بهذا التكريم، كانت لحظة معبرة، لحظة قوية. أي فنان في النهايات أو في مرحلة من المراحل ديال المسار ديالو لازم لحظة التكريم كيكون عندها واحد المعنى كبير. كنتمنى أن التكريم يكون حافز بالنسبة لي باش نستمر، أو ربما باش ننطلق انطلاقة جديدة إن شاء الله. طرفوني والإخوان اللي خداو الكلمة واللي دلوا بشهادة في حقي، وفيهم بعض الأصدقاء عزاز عليا، والحضور ديالهم كان مهم بالنسبة لي في هذه اللحظة المؤثرة. بمدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء، حين طلب مني الأستاذ حسن الصميلي إعطاء درس حول الجماليات لطلبة المدرسة، ذلك أن هذه المدرسة كانت تعيش وضعا متردية، وطلبت السلطات الوصية عليها من الأستاذ حسن الصميلي الذي أحييه وأعبر له عن تقديري الكبير جدا لهذا الرجل الذي ساهم بقسط وافر في تنشيط المؤسسة الجامعية في الدار البيضاء والاهتمام أيضا بالفنون. ولا ننسى الأستاذ سي محمد بن عيسى أنه مباشرة بعد تجربة الصباغة الرسم الحائطي بأصيلة، ثاني مرحلة كانت ثاني تجربة كانت في على حيطان كلية الأدب بمسيك بإعاز وتنظيم من حسن الصميلي. جلسة هذا اليوم تدخل ضمن تكريم أحد كبار
الفنانين التشكيليين الذين طبعوا الممارسة التشكيلية المغربية منذ ما يقرب من 60 سنة، وهو الأستاذ الكبير ربيع. بالنسبة إلي هذا الرجل لا يشكل فقط تعبيرا عن رسمين أو عن صباغتين أو عن لوحات، وإنما هو يمثل هيئة وموقف ومنجز، لأنه من الرسامين القلائل في المغرب الذين يمتلكون أولا قدرة على الرسم وعلى التجدد في الرسم بالرغم من ما يبدو على أنه يعيد نفسه في كثير من اللوحات، ويمتلك قدرة على الحديث عن الرسم سواء كان كلاما أو كتابة. ومن النادر أن نجد في أوساط الرسامين في المغرب هذه القدرات التي تتوفر في عبد الكبير ربيع. أنا فرحان بزاف اللي شاركت في هذا التكريم الأستاذ عبد الكبير ربيع، إنسان اللي تيستحق بطبيعة الحال أكثر من التكريم، من الناس اللي عرفتهم الساحة اللي مهووسين بطبيعة الحال بفن راقي، عندهم فكرة راقية على الفن، وناس اللي كيمزجوا ما بين الفن والثقافه على الفن. يعني واحد الانسان اللي ما كانش غير بانت ولا شي حاجه ولا هذا، مي كيفاش جات في المداخله ديالي هضرت انا على النصوص ديال سي عبد الكبير ربيع باش نقول بانه سي ان غران تيكريفان دار، سي كلكان اللي كيعرف يتكلم على لا بانتور، لا بانتور ديالو، لا بانتور دي زوتر. اي هذا الحدث ديال اليوم كنظن بانه كان حدث بارز في هذا ليديسيون ديال هذا العام ديال موسم أصيلة اللي سعد ليا سعدت أنني نشارك فيه، وكنشكركم بارك الله فيك. ميرسي بوكو. كونديسيون إيدوان إي أبروبريي بور روندر أن هوماج أ سا غران أ غران غران مسيو. إي كومون دير نو فيليسيتون لي كومون دير لي ريسبونسابل دو سو فيستيفال إلوغ تيت سي محمد بن عيسى دافواغ انستيتيي سيت تراديسيون اللي غتكون إن شاء الله سنويا، تكريم سنوي ديال الفنان التشكيلي المغربي. وهي الانطلاقه كانت مع السي عبد الكبير ربيع، وهذا التقليد غادي يكون محمود ان شاء الله كل سنه مهرجان اصيله غادي يحتفل باسم كبير الفن التشكيلي ديال المغرب. وشكرا.